السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، كل عام وأنتم بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظم ذاتك في كل وقت وحين. من كتاب أدعوني أستجب لكم، يقول الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم: سكر العقول وهيام النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب بآياتك التي أسكرت بها العقول وأنوارك التي هيمت بها النفوس وأسرارك التي جذبت بها الأرواح وأنوار مجل ذاتك التي ألهت لها المرادين لحضرتك، وبغيب مصون سترته بأستار عن الأرواح المقدسة والنفوس المطهرة، فلا يشاهد إلا لك ولا يعلم إلا لك. تنزهت وتعاليت، أسألك يا ذا الفضل العظيم أن تشهد روحي تنزلك العلي بجمال أسمائك الحسنى شهودا تجعلني عبدا صرفا لذاتك، خالصا من كل شوب، مقبول عندك سبحانك إلهي. أسألك أن تجعل خطاياي وكبائري مستورة بستائر اسمك الغفار، محجوبة عن عيني بنور اسمك الكريم التواب، حتى أنسى ذنوبي وكبائري بما يتجلى لي من واسع رحمتك وعميم مغفرتك وجميل توبتك، فأكون يا إلهي منجذبا إليك جذبة محبوبي، لا تنزعج نفسي من مشاهدة معاصي وذنوبي، مقبلا عليك بأكمل حلة عبدي، مشاهد عظمتك وعميم مغفرتك، مشاهد عظمتك ومواجهات عزتك وكبريائك. إلهي إلهي إلهي، اظهرني لك سبحانك ظهورا يجعلني لا أرى إلا أنت، ولا أهم بشيء غيرك، ولا أحن إلى أحد سواك. إلهي إلهي إلهي، واجهني بمنازلتك في طور تنقلاتي ومقبلاتي في مراقي منازلتي، حتى تنجلي لكل قواي من قواي الحقائق التي تجذبها إليك، والأنوار التي تبين سبلك. وأعني يا إلهي بعناية محجوب ومعونة رؤوف لطيف رحيم قريب مجيب، حتى ينفتك في عيني رتق الأجواء، وامنحني يا إلهي سلطان به أنفذ، وأعزني بوجهك من هوى يحجبني وحظ يبعدني وأمل يقطعني وحاجة إلى غيرك تشغلني. إلهي إلهي إلهي، جملني بالعزاء التي جعلتها لعبادك المؤمنين،
وأخرجني يا إلهي بسر ولايتك الخاصة من ظلمات حسي وهواي إلى نور حبك وحسن التوكل عليك وكمال التفويض إليك، حتى أتحقق بحقيقة التمكين في سر التعيين، وبحق اليقين في مشهد المقام الأمين. إلهي إلهي إلهي، وفقني لأن أستجيب لحضرتك توفيقا يجعلني يا إلهي فرحا مبتهجا باستجابتك لي، حتى تكون أقرب إلى من نفسي شهودا وعيانا، وأولى بي مني لطفا وحنانا، فأكون على كمال اليقين الذي يرضيك عني ويرضيني عنك يا رب العالمين. فلا أشهد لأحد سواك على نعمة، إذ أنت الفاعل المختار، لا إله إلا أنت، لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن الجميل كما تحب وترضى وتختار. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أسألك بحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم أن تكرمني وأهلي وأولادي وإخواني أين كانوا وكيف كانوا، وأن تكون معنا بمعان جمالك وجميل تنزلاتك وإحسان مقابلاتك وفضل مواجهاتك، حتى يدوم الأنس بجنابك العلي والحب فيك يا ذا الفضل العظيم. إلهي إلهي إلهي، أيدني وإياهم بروح منك، وتفضلوا يا إلهي علي وعليهم بآيات كبرك تمنحنا بها جمالك العلي، وتذل بها أعداؤنا يا مجيب الدعاء. أنت ولينا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.